هل يمكن يهودي يتحول إلى مسلم؟ هاي إحدى الأشياء التي غفل عنها المسلمون دعوة اليهود إلى الإسلام يمكن يهودي يصير مسلم؟ إذا هو ما صار مسلم ابنه يصير مسلم حفيده يصير مسلم الوالد رحمه الله عند كتاب هؤلاء اليهود يمكن كتب قبل 45 عام أو أكثر إحدى الأشياء التي كتبها هنالك دعوة اليهود الى الاسلام، يهود بشر اكو فيهم مجرمون ولكن بشر في عهد النبي الاعظم صلى الله عليه واله كم من اليهود اسلموا في حديث في الكافي على ما اتذكر موجود على اثر تشريع من النبي الاعظم صلى الله عليه واله فاسلم عامة اليهود في قضية بحر العلوم رحمة الله تعالى عليه في حوار هذا الحوار مذكور في هامش الفرائد ورأيت كتاب ينقل هذا الحوار يقول فعلى أثر هذا الحوار أسلم مئة ألف واحد من اليهود وفرضوا الرقم مبالغة عشرة آلاف وفرضوا مئة واحد فرضا إذا هذا الرقم مبالغة مئة واحد إذا ممكن التحول إذا واحد يلاحظ التحولات التاريخية هؤلاء الغرب يمكن في يوم من الأيام أن يسلموا نعم هي هذه البلاد الغربية يمكن أن تكون في يوم من الأيام كلها بلاد إسلامية وهذا هو الشيء الذي تخشى منه الصهيونية العالمية يخاف يقولون في عام خمسين ميلادية لعل معظم أوروبا يصيرون مسلمين الطابع العام هذا لي دا يخشون من ودا يتحركون لمن أنا أذكر كم نموذج لكم من التحولات التاريخية التي حدثت هذه التحولات تعطينا الأمل وتبين أنه ممكن. بعض الأمثلة ما يمكن أن نذكرها في هذا المقام فنتجاوزها إلى الأمثلة الأخرى، الحجاج بن يوسف الثقفي هذا الرجل السفاك معروف بعد الحجاج يقال لو جاءت كل أمة بطواغيتها وجئنا بالحجاج لرجح عليهم جميعا هذا الحجاج الله بقى ليش لأن أكو في ذرية هذا الحجاج رجل من موالي أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قايلين عن فرد زمانه في مدح أهل البيت وولاء أهل البيت وهو المعروف بابن الحجاج شاعر، معروف وهو صاحب القصيدة المعروفة اللي تقرأ يا صاحب القبة البيضاء على النجف من زار قبرك واستشفى لديك شفي، هذا حفيد الحجاج وعندما اراد ان يموت اوصى بان يدفن عند رجل الامام الكاظم صلوات الله عليه. تحت رجل الامام الكاظم. وأن يكتب على قبره وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد هذا اللي جد كان سفاك لدماء شيعة أهل البيت يقول أنا كلب أهل البيت وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد الآن مدفون عند رجل الإمام الكاظم صلوات الله عليه حفيد الحج السندي ابن شاهك هذا الرجل المعروف الذي يقرأ الخطباء مواقفه مع الإمام الكاظم صلوات الله عليه كلش رجل حقود هذا حفيده من أحفاده أحد الشعراء الموالين لأهل البيت والمجاهدين في سبيل أهل البيت وهو الذي يعرف في التاريخ بكشاجم معروف، شوفوا في الغدير ترجمة كشاجم، سعد الخير سعد بن عبد الملك الامام الباقر سماه سعد الخير هذا من الشجره الملعونه والشجره الملعونه في القران من بني اميه من احفاد مروان في البحار جزء سته واربعين صفحه ثلاثمئه وسبعه وثلاثين دخل سعد بن عبد الملك على ابي جعفر يعني الامام الباقر صلوات الله عليه فبين ينشج كما تنشج النساء اخذ يبكي مثل ما النسوان يبكون فقال له ابو جعفر ما يبكيك يا سعد ليش تبكي قال وكيف لا ابكي وانا من الشجره الملعونه في القران فقال له لست منهم انت اموي منا اهل البيت، اموي ولكن منا اهل البيت، اما سمعت قول الله عز وجل يحكي عن ابراهيم عليه السلام فمن تبعني فانه مني، انت منا. صلاح الدين الايوبي اقروا التاريخ شوفوا صلاح الدين الايوبي اي مجرم مو فقط بحق اهل البيت بحق الاسلام وبحق العروبه وبحق الوطن اي خيانات فعلها اقروا التاريخ هذا الذي قتل وسفك أي سفاك بعض المحققين كتبوا كتب تحقيقيه حول صلاح الدين الايوبي، تحقيق تاريخي مو من باب الهجوم، من باب واقعيه تاريخيه. هذا ابن المباشر ابن ابن علي ابن صلاح الدين الايوبي. هذا من شيعه اهل البيت، ومن موالي اهل البيت. حكم دمشق بعد ابيه. طبعا سووا مؤامرة ضده قال ابن الأثير هذا المطلب أنقله عن كتاب الأعلام جزء خمسة صفحة ثلاثة وثلاثين قال ابن الأثير كان من محاسن الزمان علي بن صلاح الدين الأيوبي خيرا عادلا فاضلا حليما كريما لم يكن في الملوك مثله وعند قصيدة هذا علي بن صلاح الدين الآن ما أقرأ كل القصيدة راجعوها ولكن آخر بيت في هذه القصيدة يقول فانظر إلى حظ هذا الاسم كيف لقي من الأواخر ما لاقى من الأولي والقضايا في التاريخ في هذا المضمار كثيرا